لقاءات روحية تقدم البوق الروحي، فقرة أرثوذكسية يومية، اليوم وكل يوم ما عدا الأحد. عند نوم أولادك ارسمي إشارة الصليب عليهم، لأن الصليب عند الهالكين جهالة، أما عندنا نحن المخلصين فهو قوة الله. وعند استيقاظهم صباحا ارسمي إشارة الصليب أيضا قائلة: المجد لك يا الله، فهذا يوم آخر أعطيتنا إياه لنمجدك فيه من خلال أولادنا. وعندما تلبسينهم ثيابهم قولي: ألبسهم يا رب ثوب العافية والخلاص. وعند ذهابهم من المدرسة ارسمي كذلك إشارة الصليب وقولي: احمهم يا إلهي وأنر عقولهم واحفظهم من تجارب الشرير. وأما عندما يذهبون وتصبحين وحيدة فادخلي إلى غرفتك بهدوء ولو لبضع دقائق، وانظري إلى أيقونة الرب يسوع مصلية: أيها الرب إلهي ارحمني أنا الخاطئة، وارحم أولادي ليكونوا خير الغراس، وارحم زوجي ليكون الأب المثالي للأولاد، هم لك قبل أن يكونوا لنا، علمنا كيف نربيهم على خوفك ومحبتك. وعندها صدقيني سترين أولادك غير ما كانوا عليه بالأمس، وستكونين أنت أكثر قوة على الاحتمال، لا بل ترينهم ملائكة صغارا في بيتك. صلي معهم، اقرأ الإنجيل وإياهم، أخبريهم قبل أن يناموا قصصا عن قديسي كنيستنا، علمهم أن يحبوا رفاقهم ولو أساءوا إليهم، وسيصبح بيتك شيئا فشيئا سماء أرضية، وسيتربع الرب فيه ويمتلئ البيت من نعمه وخيراته.